من بعد ما خرج لك التيست كوفيد نيجاتيف غادي تمشي للمطار، وهاد المره الوجهه غادا تكون قطر. الرحله طويله وفيها 8 سوايع على بركه الله. انت وصلتي لقطر دابا، طبيعه الحال غادي تنزل في مطار الدوحه. مطار ولا مدينه اشباح خاوي ما فيه حتى واحد. واول حاجه غادي دير غادي تمشي لسوق واقف. غادي تشري اللباس العربي الاصيل، ما غاليش بزاف وما فايتش 300 درهم مغربيه. غادي يكون جاك الجوع وبغيتي تتعشى، وهنا غادي تمشي لاحسن مطعم، مطعم بندر عدن اليمني، وضروري ما تجرب لحم خروف المندي. ثق بيا، ما غاديش تكمل البلا وما غاديش تشبع منه. الغد اللي غادي تضرب عومه صباحيه في الوطيل اللي نزلتي فيه، وغادي تمشي تضرب الحوت المغربي في ريستورون مغربيه، والواعره ان سميتها فلوكا. البلا تشيك ذيس اوت. ابخي غادي تمشي للسي لاين اللي هو عين الدير ديالو، وتما غادي دير احسن بيكنيك، احسن شيشه، احسن طاجين. نهار الثالث ضروري ما تكون تعرفتي على شي قطري باش يديك معاه للمجلس، وغنبركم معاهم في هذا المجلس. خليكم معنا. حيت غادي تشوف شي حوايج ما كيبانوش في التلفازه وكيعرفوهم البنات. وفي العشيه غادي تمشي تضرب احسن سوشي هذا الريستورون اللي سميتها لا ميزون دو سوشي. هاي سميتها ميزون دو سوشي اون فرونس. Discover this place. Let's go. Welcome, Nabipa. She knows Nabipa also. How are you, madam? Very well. So this is the interest of Yeah, sure. Welcome to Zana Sushi. Had the blanca special Japanese food. النهار الرابع غادي تمشي للمدينة الذكية اللي سميتها المشيرب. هاد المدينة صوبوها خصيصا لكأس العالم، وغتسحب راسك يا إما في روما ولا في بودابست. فاميليز هاد البلاصة هادي قطر دارت بحال ميلان، كاينة في ميلان في إيطاليا، لا ميم شوز اللي كاين في ميلان دارتو هنايا، وفيها الشوبس، كوفي شوبس، إيفريثينغز، وسمارت بزاف. لوك إت. إذا شفتو السايل ديالها دايرة بحال ميلان وروما. وفي نفس البلاصة غادي تشد أقرب تاكسي وغتقول ليه يديك القصر الياسمين، وهنا غادي تشوف حياة البدخ والقطريين على حقيقته، حيت هذا القصر ديال السلاطين وما كيبغيو حتى واحد يتخلط معاهم. ويلكم تو بالاس الياسمين.
واخا انت اجنبي غادي يخليوك تدخل، علاش؟ حيت ما عندكش الاقامه، حيت كتعتبر سائح وماشي مقيم. النهار الاخر غادي تكون المفاجاه، وهنا غادي تختبر راسك واش كتخاف ولا لا. فاميليز، وصلنا البلاصه اللي قلت لكم، الخلا والقفار، انتم كتشوفوا حتى شي حاجه، ما عرفتش علاش كنهبط. هنا في الصحراء غادي تحس براسك بعدتي على الحضاره، وخصوصا الا كانوا معك قطريين مسطين، حيت غادي نوضوا البلبالة. This is called the Arabian people. Do something. قطريه ذا عربي باري هير وهنا غادي تسالي التريب ديالك ديال 5 ايام، وغتكون استغليتي الفرصه وشفتي كل شيء ودرتي اي حاجه. لاميفا سير كمل ما فيها والو.